هو حسب هو عمل قانوني بحت ويندرج ضمن القانون الإسرائيلي وضمن المتاح والمسموح به حسب القانون الإسرائيلي نفسه. أنا بعتقد أنه هذا إجراء عنصري، إجراء ملاحقة وغير مبرر، ولا يوجد له أي مكان من الأعراب. هدف التحقيق أصبح واضح للجميع، الشيخ لم يقم بأي مخالفة، الشيخ قام بدوره وبحقه، أولا الديني في النعي وحقه الوطني وحقه الاجتماعي، وهذا شيء اللي هو مسموح به حسب القانون الإسرائيلي. واضح أنه الهدف من هذه الملاحقة ومن هذا الاستدعاء أيضا هناك هدف آخر ويجب تسليط الضوء عليه، وهو ما ينتظر، وهو يعني إسكات وكم أفواه الشخصيات الرسمية، الشخصيات المؤثرة خاصة في سياق الأقصى والقدس. ونحن مقبلون على في هذا الشهر، في نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم، مقبلون على فترة الأعياد اليهودية التي أصبح متوقع عند الجميع أنه سيتكون هناك الكثير من الاعتداءات على قدسية المسجد الأقصى المبارك وعلى القدس الشريف، ولذلك يجب أيضا الانتباه إلى هذه النقطة، أنهم بمجرد التحقيق مع الشيخ على مصطلحات وعلى مفردات وعلى مفاهيم التي تعتبر من صلب الدين الإسلامي، من صلب العقيدة الإسلامية، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن السلطات الإسرائيلية تقوم بمواجهة ومصادمة مباشرة مع هذه المفردات، مع هذه المفاهيم الدينية الإسلامية، وهي تسعى بكل قوتها إلى تغيير هذه المفاهيم الدينية التي المستمدة من العقيدة الإسلامية، المستمدة من الشريعة الإسلامية، المستمدة من المفاهيم الدينية الثابتة في العقيدة الإسلامية منذ مئات السنين. هذا العمل مستهجن من طرف الشرطة الإسرائيلية، ويجب الجميع أن يستهجن هذا العمل، ويجب على الجميع حقيقة، يجب على الجميع أن يعمل بكل ما أوتي من قوة، سواء على المستوى الدبلوماسي، سواء على مستوى القنوات المتعارف عليها بين الدول، أن يعمل الجميع للجم سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ملاحقة واستمرار ملاحقة الشيخ. ملاحق من طرف السلطة الرسمية الإسرائيلية، من طرف الشرطة الإسرائيلية، من طرف النيابة الإسرائيلية، من طرف وزارة الداخلية الإسرائيلية من جهة، ومن جهة أخرى هناك حملة تحريض ممنهجة ومنفلتة من طرف المجموعات اليهودية المتطرفة التي تسعى بكل قوتها إلى التحريض المباشر على تصفية الشيخ وعلى استهداف الشيخ وعلى استهداف بيت الشيخ. وفقط نذكر أنه في الشهر الأخير أيضا تم نشر في هذه المجموعات، تم نشر إحداثيات منزل الشيخ الذي يعني يقطن فيه، وهذا بطبيعة الحال يعني هو مؤشر خطورة على سلامة الشيخ، ويجب الانتباه أيضا لهذه النقطة.